على كل المزيد حول الأسواق العالمية ينضم إلي مباشرة من القاهرة أحمد نجم، رئيس قسم الأبحاث في Accesses.com. أحمد، شكرا لانضمامك إلينا بغذاء عمل. التفاؤل يعود مجددا إلى أسواق الأسهم، رأيناها بشكل واضح بإغلاقات الجمعة حتى قبل أن يتم الإعلان عن اتفاق مبدئي بما يخص سقف الدين. هل ترى عودة لربما لارتفاعات؟ هل انتهينا من كل التشكيك؟ مع أنه الآن السؤال اللي بيطرح نفسه، هل ما وصل إليه المشرعون من حيث اتفاق هل يمكن الموافقة عليه هذا الأسبوع؟ طبعا اهلا وسهلا بحضرتك في البدايه، استاذ مشاهدين بشكركم على الاستضافه. حقيقه الامر يمكن صياغه هذا الاتفاق المبدئي للقانون يوم الاربعاء المقبل اعتقد ان هي ربما تكون يعني محسومه بالنسبه كبيره، لكن الاسواق هي ما زالت تنتظر حتى يوم الاربعاء حتى تحكم بشكل اوضح، حتى يعني لا نشهد مفاجات ربما تكون في هذا الامر. لكن اذا افترضنا ان على هذه الفرضيه على ان ربما سيكون الاربعاء هو قانون بهذا الامر، اعتقد ان ربما اسواق الاسهم ستظل في يعني نظرتها الإيجابية بالرغم من عدم واقعيتها. يمكن كل التحركات التي شاهدناها أو أغلب التحركات التي شاهدناها كانت منطقية باستثناء أسواق الأسهم الأمريكية، لأن إذا افترضنا على أن هذا الاتفاق هو ربما سيقلص السيولة بإجراءات من وزارة الخزانة الأمريكية بسحب هذه السيولة نتيجة إصدارها السندات، بالتالي وننتظر والتوقعات والأرقام التي صدرت مؤخرا تشير إلى أن توقعات الفيدرالية أصبحت لرفع 25 نقطة لأن تحدث على توقف في اجتماع القادم، هذا ما تشير إليه التوقعات، بل أصبحت حتى نهاية هذا العام ربما في حوالي 5.25% أو مستويات 5%. إذن نحن نتحدث على نهاية هذا العام بمستويات فائدة مرتفعة. هل التعويل كله على فكرة أن ربما الفيدرالي الأمريكي يتدخل مرة أخرى كما تدخل في قطاع البنوك وضخ مزيد من السيولة والتخلي عن فكرة تقليص البالانس شيت مؤقتا والعودة مرة أخرى إلى جدولات هذا الأمر، ربما الأسواق تساعد هذا الأمر، ولكن هي الفكرة كلها أن القطاع البنوك هو متضرر بشكل كبير جدا. يكفي فقط الإعلان على فكرة سحب السيولة، تخارج سيولة، مشكلة في خروج الودائع من البنوك وتوجيهها إلى بنوك أخرى. دائما ما نسمع خلال الأسبوع المقبل الإعلان عن مشكلة بهذا البنك، وبالتالي يعني هذا الأمر خطر جدا. الأسواق ربما يعني في قطاع التكنولوجيا هي ما تساعد هذا التفاؤل المفرط، ولكن في القطاعات الأخرى لا أرى هذا التفاؤل بشكل كبير. أحمد، دعنا نتحدث عن حديث الساعة وهو عودة الارتفاعات القوية على قطاع التكنولوجيا، ولكن هذه المرة الأضواء نحو قطاع الرقائق، وأي شركة لديها توقعات بأن تسجل إيرادات من الذكاء الاصطناعي؟ رأينا الارتفاعات على انفيديا، رأينا أيضا ارتفاعات قوية على مارفل. هل هذه بداية ثورة جديدة في قطاع التكنولوجيا؟ هل قطاع التكنولوجيا يعاود يأخذ لربما دم جديد من هذا النيش بالتحديد، الرقائق والذكاء الاصطناعي؟ هو لا شك على فكرة أن القطاع التكنولوجيا ده الكثير جدا من الفرص، ولكن ما أخشى هي القيم المتضخمة بشكل كبير جدا، واللي هي يعني لا نشهد تراجع لهذه القيم، حتى يمكن أن نتحدث على فكرة أن ربما تكون فرصة في القطاع. القطاع هو فعال، القطاع هو لديه السيولة الكشفه الذي يعني يساهم في هذه التحركات يعني التي نشهدها. لولا الكاش فلو في هذا القطاع لم نكن نشهد هذه الارتفاعات التي شاهدناها، بالرغم لان التقييمات ربما ايضا يعني تكون مبالغ فيها، ايضا القيم الدفتريه مبالغ فيها بشكل كبير جدا، وبالتالي هي ربما تكون ازمه بهذا القطاع. ولكن حتى الان على المدى المتوسط هذا القطاع يحقق اداء جيد، توقعاته المستقبليه وعلى الفتره المتوسطه جيده، الكاش فلو موجود بشكل جيد جدا، الشركات لديها خطط للتوسع، وبالتالي على المدى المتوسط لا أعتقد أن هذا يعني على الأقل الشركات الكبرى الموجودة التي شاهدناها ربما لن تواجه هذه المشكلات، ولكن أعتقد أن الشركات الأصغر التي تحتاج إلى التمويل أن نتحدث على التقليص في عملية. نعم أحمد نجم، شكرا، تواجه بعض المشاكل في هذه الفترة. شكرا جزيلا لك أحمد نجم. مشاهدينا، دعونا نلقي نظرة الآن على أداء الأسواق.